الولادة الثانية. ما هي الولادة الثانية وكيف نستطيع أن نفهمها؟ هذا موضوع هام جداً ولا سيما في هذه الأيام. هل هذا موضوع يتعلق بمجموعة معينة التي تنادي بالولادة الثانية أو الولادة من فوق، ما يسمى مجموعة المتجددين، أم هو موضوع كتابي ينبغي أن ننتبه إليه وفعلا نعلن سلطة كلمة الله على حياتنا وأنه نخضع لكلمة الله؟ هذا الموضوع المهام رح تكتشف أمور عظيمة، أمور مجيدة اللي الله محضرها لكل شخص من خلال معاملاته ومن خلال لمساته أيضا وطريقة طبعا تعريفه عن نفسه من خلال موضوع مهم جدا حازم جازم، إنه بطالب في الولادة الثانية كشرط كأساس الدخول إلى الحياة الأبدية. ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.